قصة الزبير مع جاره الأنصاري، وقد كان مزارعين وأرض هذا مجاورة لأرض هذا ومزرعته. وطريقة السقي عند أرباب المزارع كما تعرفون، إذا استقوا من بئر أو من جدول ماء قادم من نهر وقناة ونحوها، فإنه يمر الماء بالأرض التي تكون في طريقه أولا، ثم يمر بها على حرثه وزرعه، ثم يرسل الماء إلى صاحبه وجاره الذي يليه وهكذا. فجاء الأنصاري رضي الله عنه يشكو الزبير رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين تخاصما في شراج الحرة. الشراج جمع شرجة، وهي سيل الماء الذي ينتقل من أعلى إلى أسفل، يقال شراج الحرة. والحرة من حرار المدينة، يعني من جبالها التي يأتي الماء من بين طرقاتها وحجارتها. فجاء يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام بالعدل، قال اسقي يا زبير، لأن الزبير يأتيه الماء أولا، قال اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الكعبين. جعل هذا حدا للزبير، يعني لا يسقي حتى تمتلئ الأرض فيتأخر الماء على صاحبه، أو ربما لا يصله من الماء شيء. فأعطاه معيارا حتى يبلغ الماء الكعبين، فإذا وقفت في الأرض وامتلأ الماء في حوض الزرع عندك فبلغ الكعبين فافتح الماء يسيل إلى جارك. قال اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الكعبين. فقال الأنصاري أن كان ابن عمتك يا رسول الله، يعني حكمت له تحابيه لأنه ابن عمتك، والزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالها مجازفة وتسرعا، تعرف الخصومة في مجلس القضاء أحيانا يغلبه الانتصار لحظ النفس والحرص على الحظ الشخصي أن يقول ما لا ينبغي أن يقول. فكذلك كان الأنصاري رضي الله عنه، قال ما لا ينبغي أن يقول، قال أن كان ابن عمتك يا رسول الله، لأنه لا يليق أن يقال هذا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يحكم إلا بالعدل أولا، ولأنه لو وقع في نفسك شيء سوى ذلك لا يليق إطلاق مثل هذا القول. على كل قالها، قال فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يغضب لأنه يرى أنه قد وقع في نفوس بعض الناس من حوله شيء هو أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم وأنزههم. كان يحكم أولا بشيء يريد به المساواة والإنصاف مع الطرفين، وأن يعطي لكل ذي حق حقه، وأن يكون يحكم للزبير ببعض حقه ويجعل البعض للآخر لصاحبه وجاره الأنصاري. فلما رأى من الأنصاري أنه رغم ذلك لم يعجبه هذه الدعوة بالصلح التي طلب فيها النبي صلى الله عليه وسلم من الزبير التنازل عن بعض حقه من أجل جاره، ما أعجبه هذا، أعاد النبي عليه الصلاة والسلام الحكم في القضية باستيفاء الزبير حقه بالكامل، ولا يرسل الماء إلا إذا استوفى السقيا. فقال اسقي يا زبير ثم احبس، يعني الماء، حتى يبلغ الجدر، وفي رواية الجذر، يعني إما أصل الجدار، جدار الحائط في البستان، أو أصل السقي يعني أصل الزرع، وهذا مقدار أعلى من الكعبين. قال اسقي يا زبير حتى يبلغ الجدر ثم أرسل إلى صاحبك. ما أعجبه الحكم بالصلح أولا، فحكم له بتمام استيفاء الحق. فكان الأنصاري بمقولته تلك غير رابح في موقفه ذاك، ولا في قضيته التي جاء يشكو فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هذا سؤال أو حديث أورده المصنف في سياق ما نحن فيه، أكان النبي عليه الصلاة والسلام يغضب وفي مجلس القضاء؟ أكان الخصوم يمكن يستفزوه بالعبارات فيحملونه على أن يبالغ في حكمه أو أن ينقض حكمه؟ لا، ما حصل. الذي حصل أنه عليه الصلاة والسلام ترقى معه في الحكم، أعطاه حقا فوق حقه أولا، فلما لم يعجبه أساء الأدب حكم له مرة أخرى بحقه من غير زيادة عليه. فلم يكن استفزازا من الخصم للقاضي والحاكم وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاحتاج إلى جواب، لأن من لا يعرف القصة ولا يفهم معنى بعض ألفاظ الحديث ربما وقع في نفسه كيف هذا الحديث والنبي عليه الصلاة والسلام يغضب ويستفزه الخصوم في مجلس القضاء ثم ينقض القضاء ويعيد القضية في الحكم مرة ثانية؟ لا، ما حصل هذا. لما قال فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي يا زبير
ثم احبس حتى يبلغ الجدر ثم أرسل إلى صاحبك. حكم له في الأول بالتنازل بالصلح، ثم حكم له ثانية بأنه ليس لك إلا حقك بلا مزيد عليه. قال: فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم منزه أن يقع بنفس مسلم منه في هذه القصة أمر يريب، ولكنه ندب الزبير أولاً إلى الاقتصار على بعض حقه ثم يرسل الماء إلى صاحبه على طريق التوسط والصلح. في الصلح دائماً نحن ماذا نفعل؟ تطلب من كل من الطرفين أن يتنازل عن بعض حقه حتى يتم الاصطلاح بينهما. فهكذا فعل عليه الصلاة والسلام، أراد من الزبير أن يتنازل عن بعض حقه ولا يسقي حتى يروي الأرض بالكامل، بل حتى يبلغ الماء الكعبين ثم يرسله إلى صاحبه. حكم بالاقتصار على بعض حق الزبير أولاً على طريق التوسط والصلح، فلما لم يرضى بذلك الآخر يعني جاره الأنصاري ولج يعني في الخصومة، تمادى وتكلم، قال: ما لا يجب. أعاد النبي عليه الصلاة والسلام القضية واستوفى للزبير حقه. ولذلك لما جاء البخاري رحمه الله في الصحيح بهذا الحديث وترجم له قال: باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين. عندما لا يقبل الخصم بالصلح الذي فيه زيادة على حقه فإن للحاكم أن يعيد الحكم ولا يعطيه إلا حقه من غير زيادة عليه. قال: وذكر في آخر الحديث: فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ للزبير حقه. إذن ما أعطاه فوق حقه لا في المرة الأولى ولا في الثانية، بل هو في المرة الأولى أخذ من حق الزبير شيئا من أجل جاره، لكن جاره لم يعجبه ذلك ووقع في نفسه ما وقع. وسمعت ما قال رضي الله عنهم جميعا، وصلى الله على نبينا وسلم.